الناس اللي بتركب عربيات اوتوماتيك، احنا النهارده جايب لكم بعض النصايح، لان في جالي رسائل كتير قوي بصراحه على البيج بتاعه البرنامج على الفيسبوك، ان ناس كتير عندها مشاكل مع الفتيس الاوتوماتيك. طيب ليه الفتايس الاوتوماتيك بتبوظ؟ لان احنا اصلا بنستخدمها هنا في مصر استخدامات خاطئه. فعايز بس ايه نركز معايا كده، عايزكم تركزوا معايا، هقول لكم كام نقطه ورا بعض، نحاول لو احنا ما عملناش الكلام ده او لو احنا التزمنا بالنقط اللي انا بقولها دي الفتيس عمره هيطول. اهم الحاجات دي ان انت لما تيجي تبقى واقف وعايز تجيب العربيه على الار او عايز ترجع ورا، ما تبقاش العربيه ماشيه. يعني انا بشوف ناس العربيه على الدي خلاص والعربيه ماشيه، فجاه جابها على الان وفجاه ولسه العربيه ماشيه جابها على الار على الريفرس عشان يعمل مارشدير ويرجع لورا. طبعا ده غلط، خلينا متفقين كده ده غلط، ده انت كده بتاكل في التروس او الكلاتشات بتاعه الفتيس. فدي نقطه مهمه جدا. نقطه تانية وهي الاهم، لما تيجي تركن العربيه، لما تيجي تركن عربيتك بتدوس فرامل الاول وبعد كده تبتدي تتحرك الفتيس. ركز معايا، بتدوس فرامل الاول خلاص برجليك على الفرامل خلاص والعربيه على الدي، بعد كده تجيب العربيه على البارك تمام، بعد كده ترفع الهاند بريك، بعد كده تشيل رجلك من على الفرامل. يبقى انا كده محمل على الفرامل مش محمل على الفتيس تمام. ليه؟ انا لما بحمل على الفتيس التروس بتفضل عامله كده شده كده، بمرور الوقت طبعا الحاجات دي بتتاكل، بمرور الوقت بتتاكل. طب انا ليه انا اريح نفسي احمل على الفرامل ما عنديش مشكله وما احملش على الفتيس. دي برضو نقطه من النقط المهمه قوي. نقطه تانية وهي برضو اهم، ان وانت ماشي بالعربيه لو انت نازل منزل مثلا ما تجيبش العربيه على الان. الموضوع ده صعب خطر جدا، لان لو العربيه ماشيه بسرعه كبيره وانت جبت الفتيس على الان هترجع تجيبه تاني على الدي، ده غلط، ده غلط. انت كده بتعمل مشكله في التروس جوه في الكلاتشات، ودي حاجه غلط. فانت حاول دايما ما تعملش القصه دي. انا بشوف ناس كتير بيقول لك اصل انا بريح الفتيس، بص احنا في منزل بقى فانا بريح الفتيس. ماشي، لو انت هتجيب الان لغايه اما تقف اوكي انا معاك، لكن هتجيبه على الان وبعدين ترجع تديله دي تاني عشان تكمل مشي، لا كده انت غلط، كده انت بتبوظ الفتيس بتاعك. خلاص خلينا متفقين بس عشان ايه النقط دي مهمه جدا، خلي بالك. اخر نقطه بقى موجوده معانا هي وانت في الزحمه. انا بشوف ناس على طول جايبه الفتيس على الدي وفرامل، الدي والفرامل، غلط. انت دخلت اشاره يا باشا هات الفتيس على الان، مفيش عندك اي مشكله، خلاص العربيه واقفه افك التعشيق، ما عنديش مشكله في ده. ليه تفضل على الدي والعربيه واخده غيار وانت مديها فرامل؟ احنا اوريدي عندنا الشوارع زحمه جدا يعني، فانت الموضوع ده بيتكرر كتير جدا وده بيأثر على عمر الفتيس عشان نبقى متفقين. فانت دخلت زحمه او دخلت على اشاره عادي جدا، هات العربيه على الان، هات الفتيس على الان وقف، هتبتدي تتحرك، هات الفتيس على الدي وتحرك، مش هتخسر حاجه. لكن تفضلش على الدي ومديها فرامل وسايب العربيه واخده غيار وتشيل فرامل وتشيل فرامل، ده غلط، ده بيأثر على عمر الفتيس. بكده نكون خلصنا النقط اللي ممكن تفيد الناس اللي بتركب عربيات اوتوماتيك وما تكونش عندها خبره كافيه ان هي تعرف النقط دي. يا رب بس يكون الخبر ده يعني قدرنا نفيدكم بيه.